اي عارف بزاف ديال الناس دابا كل اللي شنو اللي غادي يقول، ركزوا معايا. العنوان ديال هذا الفيديو اللي منتشر على المواقع ديال التواصل الاجتماعي خصوصا كما شفتوا هنايا، السلام عليكم. ملي هذا الحليب نان غادي يولي ديال 92 درهم والدخل الفردي ديال انسان موظف ديال 3500 درهم وكل يومين كيخصك حك نخرجوا نشفروا، شنو دابا كتقولوا لي لا نخرجوا نشفروا باش ناكلوا ولادنا؟ ملي هاد نورسي غيولي يدير 74 درهم اشنو غنعطيو لدوك الدراري الصغار اللي ما عندهاش الحليب، اللي ام غير منتجه للحليب؟ شدير تعطي ولادها تقتلهم بالحليب ديال سنترال؟ اشنو هاد الخره هذا اللي ولينا عايشين فيه؟ اش هاد الدل هذا اللي طيحتو علينا اللي ولينا حك ديال الحليب كناخذوه ب 92 درهم؟ غدا بحال الا شربوا ولادنا غدا ولا بعد غدا غيوليو غاديين غيخرجوا لهم سنان ودراس في دقه. اش هاد العابات هذا اللي ولات معايشه انا فيه الدوله؟ راه بزاف راكم قهرتونا ورا تقهرنا، وما حيتنا نربيو الدراري، ما حيتنا نوفروا لهم القوت اليومي، ما حيتنا مع ريوسنا نكونوا الدواء زدتو فيك وشي زدتو فيه، ليش باغيين توصلوا؟ اش هادشي اللي باغيين توصلوا ليه؟ حليب حك نان 92 درهم يا عباد الله، حتى واحد ما كيهضر. ماشي عيب وحرام عليكم تخليو دوك الملائكه بالجوع؟ اش غنعطيوهم سونطرال لي 1% ديال الحليب و 99% ديال الماء؟ اش غنعطيوهم؟ اش غيشربوا هاد الدراري الصغار؟ اش غيشربوا هاد الصبيان هادو؟ الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. كلاب مع من ولينا عايشين، قسما بالله الى هاد الوزاره هادي الى يهود، واليهود وكيحنوا في الشعب ديالهم، اليهود وكيحنوا في الشعب ديالهم، اليهود وكيديروا واحد المدخل للشعب ديالهم. السيد اللي باغي تزيد علينا في الضوء في الماء، باغي تزيد علينا في المعيشه، باغي تزيد علينا في الدواء في الحليب ديال الدراري الصغار، زيدوا في الاجور، كونوا سيادنا ومولاي وزيدوا تطلعوا لينا حتى الاجور حتى هما، عطيونا فرص الشغل، عاونوا الامهات اللي جالسين في الدار، عاونوهم فرص شغل خفيفه، زيدوا في الاجور ديال الموظفين، وديك الساعه رجعوا والدين موتا 200 درهم ماشي مشكل. يعني ديك الساعات راكم زايدين في الاجور، اما باش انت تنقص من اخوان اخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اي عارف بزاف ديال الناس دابا كل اللي شنو اللي غادي يقول، ركزوا معايا. العنوان ديال هذا الفيديو اللي منتشر على المواقع ديال التواصل الاجتماعي خصوصا كما شفتوا هنايا، يعني منتشر هنايا في تويتر، السيد اللي كيتسائل على هذا الفيديو هذا ولا اللي حط هذا الفيديو كيقول هذا الشيء خاصو يدعم هو الاول على هذا الشيء كيهضر عليه هذه السيده، عاد الى شاط عليك دعم اللي بغى يمشي للمونديال يتفرج. لكن عارفه ماشي بزاف الحكومه كانت قالت بان الناس اللي غادي يمشيو غتحدد لهم واحد السقف ديال التذكره باش يمشيو، يعني الى بغينا نقولوا يدعموا المنتخب المغربي وهذا الى اخره. هادشي كله كنعرفوه. واخا غير قبل ما ندوزوا للتعاليق ديالكم اللي غبداو تخليو، كل واحد غيبدا يقول لي دابا وهي علاش ما كتردعش ولدها والعيالات علاش ما كيردعوش وكذا، غادي نجاوبوا غادي نجيو على هادشي. لاحظوا ما غير بعض التعاليق اللي هنايا على هذا الفيديو هذا مثلا كيقول كاينه ولكن حتى بنادم خاصو ينقص من التفراخ. اراء كما قلت اللي تعاليق ربما غادي نشوفوها كذلك في هذا الفيديو. عندي حالتك على قد الحال، ما تولدش وتعذب معك نفس اخرى. واخا هنا واحد مثلا كيقول ودي 92 درهم حليب كل يومين، راه واقيلا 60% ديال المغاربه ما يقدروش عليها، راه الا ما بقى كيولد حد هذاك راه مشكل اخر. يعني سؤال وعليه الجواب في نفس الوقت. ما عندهاش الا بغينا نقولوا الصدر، هذا من بعد التعليق اللي غادا تطيح كذلك في هذا الفيديو. قال لك هذا زعما علاش ما تردعش ولدها هي؟ الانسان ما كيديرش في باله مثلا وكيقول لك اودي لا، وربما هاد السيده عندها عذر، ربما ما فيهاش الحليب لظروف ما، يعني كاين النساء اللي كيكون عندهم عجل وما كيقولش فيه الحليب كاع مره واحده. المهم هذا شنو اللي قال على هذا الرد هذا؟ كيقول له دي البزاز ولا الصدر بهذا المصطلح خاصهم الحوت والفروي وهذا الى اخره وراحه البال باش يعمروا، وهذا الشيء حتى هو خاصه الفلوس، راه ما كيعمروش باتاي والخبز يعني الحليب، الى غير نقصات راه كيمشي منها الحليب، غير الى راه غير لا تفقسات كيمشي منها الحليب، وتبارك الله هذا الوقت راه كاين غير ما كيفقس، وزيد 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 وزيد. يعني كاين بزاف ديال التعارك كما قلت الاخوان، كذلك غادي نتخليهم نتوما بكل تاكيد، غير قبل
يعني ما نهضروا على القضيه ديال التعاليق، واش هاد السيده عندها الحق في هاد الشيء. الكلام اللي كانت كتقول يعني كلام شويه نابي الصراحه، كلام يعني حيدته قطعته، لان كلام ما فيه ما يتسمع وممكن طيح فيه في مشكل. الا كان انسان كبير شويه وكذاك الانسان يقدر يصبر، يقدر يدباني باش ما كانوا كذا ما كنتكلموا على تربيه. التربيه ما عندوش شي حاجه اخرى الا الحليب، الا الام ديالو ما فيهاش الحليب راه ما غاداش تسعوا يعني نساء اخرين باش يجيو ردعوا ليها ولا شي حاجه. يعني التربيه يعني القود ديالها الوحيد هو الحليب، ما كاينش شي حاجه اخرى. كما قلت الناس الكبار السن كيقدروا يعديو باش ما كان، يقدروا يضيباني ويقدروا يدوزوا واحد الفتره بلا جوع ومن بعد يضيباني بشي حاجه، يعني هادشي كنتفاهموا. ولكن الاطفال ولا التربيه الصغيره هادشي هاد الامر هذا يعني ما خصوش يتسكت عليه. يعني خاص الحكومه صراحه تلتفت لهاد الفئه هذه من النساء اللي كتولد وربما لي ظروف. ما كما قلت حنا ما غاديش نحكموا على العيالات كاملين، علاش ما ترديش ولدك حقه خايفه لا يخسر ليها صدرها. هذه كنعرفوا كما قلت هاد التعليق غادي نلقاوه في هذا الفيديو، كل واحد واش يقول هذا هو اللي بغينا يعني نقيسوا به النبض ديال الانسان. ولكن عموما حنا ما غاديينش نعموا، وكاين النساء يعني بزاف اللي عندهم هذا المشكل كما قلت لظروف ما كيوجدش لها الحليب يعني في الصدر ديالها باش تردع داك البنيه وداك الوليد، وكطيح في هذا المشكل ديال ان تبغي تمشي للفرماسي باش تشري الحليب وتلقاه بهذا الثمن هذا. يعني ما كاينش الاستطاعه، ما كاينش شي عائله تقدر تحمل، يعني ماشي كاع ما كاينش، ولكن الاغلبيه ديال العائلات المغربيه ما يقدروش يتحملوا المصاريف ديال هذا الحليب كما قلنا اللي هو مكلف ومكلف بزاف. وكنعرفوا التربيه كل وقت هي راه خصها تاكل وخصها تشرب داك الحليب ديالها. خليونا الاراء ديالكم والتعاليق ديالكم، غير اللي كنطلب منكم انايا هو الانسان ما نعموش، لان فعلا كاين النساء اللي كيخافوا على الصدر ديالهم. هاد الظاهره كنعرفوها كاينه، ماشي ما كايناش ما غاديش نكروها، ما غاديش نرد انايا حق دا غيترخى ليا الصدر ديالي غيطيحوا ليا ما نعرف شنو، الراجل في الاخر غيسمح فيا كذا وكذا الى اخره، هادشي معروف. ولكن هذا ما كاينش ان خصنا نعمو ونقولوا كل شيء، ولا هاد السيده اللي خرجتها هي ربما من هاد النوع هذا، ما عرفناش المشكل اللي مخرجها، واش فعلا ما فيهاش يعني الحليب، واش عندها ظروف يعني صحيه، الله اللي كيعلم بها. غير هو كما قلت الكلام اللي كنت كتقول انا قطعته كلام شويه قاصح وكلام شويه سميتو، ونتمنى انه ما يطيحهاش في مشكل لان كان شويه فيه السب وكذا الى اخره. ظروف يعني صعيبه اللي خرجت تقول هذيك الهضره، ولكن الانسان يحاول يعني ما امكن واخا يكون في واحد اللحظه ديال الغضب يحاول الكلام ديالو يعني يكون شويه يكون موزون، والا يولي ضده. يعني هادشي كنعرفوه، انت كتخرج تطلب حقك وتغوت على انك مقهور وكذا، ولكن الا ما عرفتيش كيفاش توصل الرساله ديالك فممكن هذاك الكلام وهذاك الظلم ديالك يرجع ضدك. هادشي كنعرفوه وما كيخفى على حتى شي واحد. المهم خليو الفيديو تاعنا الاخوان، ما تنساوش بارطاجوا لايك الفيديو باش تعمل فايده. حنا نتلاقاو ان شاء الله في الموضوع الماجي. السلام عليكم.